السلام عليكم طلاب الصف الخامس. اليوم راح نبدأ في الوحدة السادسة وعنوانها البيئة. سوف نتعرف في هذه البيئة في هذا مفهوم البيئة. يطلق مصطلح البيئة على مجموعة الظروف والعوامل الخارجية التي تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر في العمليات الحيوية للكائنات الحية. عناصر البيئة تتكون من 4 عناصر أساسية، وهي الغلاف الصخري، الغلاف المائي، الغلاف الجوي، الغلاف الحيوي. يتكون أي نظام بيئي من كائنات حية وكائنات غير حية، والكائنات الحية تشمل المنتجات والمستهلكات والمترممة، أما المواد الغير حية فهي تشمل الغلاف الجوي والغلاف الصخري والغلاف المائي.
التوازن البيئي هدف يسعى الجميع من أجل تحقيقه، لذا فللأثر على الأرض وما قد يلحق بالكائنات الحية من أضرار ومن ضمنه الإنسان. تعريف التوازن البيئي، كل كائن حي داخل النظام يؤثر في حياة الكائنات الحية الأخرى ويتأثر بها، وإذا لم تتعرض هذه الكائنات الحية لعوامل جديدة وطالعة على النظام البيئي فإنها تقوم فيما بينها بتوازنها الطبيعي البيولوجي. يؤدي تدخل الإنسان عن طريق أنشطته التي يقوم بها إلى اختلال التوازن البيئي، مثل قطع الأشجار وتلبيس البيئة وحرق الغابات وتجريف التربة. هذا يؤدي إلى موت أو انقراض كائناتنا الحية التي تعيش في نظامنا.